يعطيكم العافية. في هذا الفيديو هنحكي عن الستاتيك فانكشن، وطبعا الستاتيك فانكشن تقريبا نفس اللي هي فكرة الستاتيك فيرابل، انه انا بعمل دالة كستاتيك بتكون هاي مشتركة بين جميع الاوبجكت اللي هنجيئها من البلاير، تمام؟ طيب، وطبعا طريقة استدعائها بس عن طريق اسم الكلاس، ما بحتاج ان انا اعمل اوبجكت عشان اطبع او استخدمها. طيب نجي هنا نعمل حاجة، اقول له هنا public، بس اقول له هنا هي static، اوكي، وحاجة اقول له هنا بدي ترجع قيمة، واقول له مثلا هنا get count، او اسميه مثلا هنا ايش count player، وديه مثلا كده بالشكل هذا، وحاجة اقول له بس اعمل لي return للcount، هنا الكاونت اوكي ما وديت هنا الكاونت، فانا عشان تمام قلت لما اكتب هنا كاونت ما وديت لا كتبت غلط، تمام هيا تمام اوكي اوكي قلت اعمل public static integer account player، تمام. حاجة هنا على الجيم، ونيجي هنا تحت ونيجي هنا نعمل print، هنا print اوكي طبعا نخليها تحت هنا او هذا نعطلها ما بدنا اياها، نيجي نعمل هنا print، وبعد كده print باجي بقول له player dot get اه شوف ما player dot في عندي count اللي هو متغير، وفي عندي count player اللي هي ايش الدالة، فباجي بقول له بالشكل هذا ويعمل save، وباجي هنا على اليونيتي بس هنا بيعمل load اوكي هاي هنا تمام، نيجي نعمل هنا clear نعمل play، فايش راح يطبع لي؟ راح يطبع لي قيمة الكاونت وهي 4 اوكي. ممكن كمان اعمل اكثر من دالة static، يعني مثلا ممكن اقول لها public static هنا static void، مثلا هنا بقول له print مثلا خليها بشكل هذا print اوكي، وحاجة احكي له هنا مثلا debug dot log، واقول مثلا هذا ايش static function اوكي بالشكل هذا. حاجة اقول له هنا على الجيمز بدك تطبع هنا بقول له print، بدك تعمل لي player dot print اوكي، هو هنا باجي اعمل سيف وباجي بحكي له هنا اللي هي اوكي في عندي هنا اوكي فينا اوكي player dot print. طيب بدنا نغير قيمة، بدنا نغير print ل print player مثلا، عمل هنا دي سيف هيك ونيجي هنا اي print player، نعمل سيف نيجي نعمل هنا ونعمل clear اوكي. شو الايرور هنا؟ اوكي بدنا نشوف شو بطلع هنا، بقول print player dot print player. طيب ما اوكي صح هلا هنا انا ما بزبط اعمل print، ليش؟ لانه هذه ما بترجع قيمة، شفتوا كيف؟ اوكي انا طبعا الغلط في الشرح بعلم، يعني انت قد ممكن كمان تتعلم من الغلط اللي طلع عليه، تمام. طيب نيجي نعمل مثلا هنا اي سيف، نيجي نعمل هنا نعمل كلير، ولا حاله هعمل كلير، حاجة اعمل بلاي، حيطبع لي ايش static function، هنا ايش static function، وهذا طبعا هي بالنسبة للstatic function، بمعنى انه انا لو عرفت function كstatic بقدر استخدمها بدون ما اعمل منها object، يعني بدون ما اعمل من الكلاس object، وبتكون هذه مشتركة بين جميع الكلاسات او بين جميع الاوبجكت. طبعا هاد لما انا شرحت لكم الفانكشن قلت لكم الستاتيك حنتعرف عليها لما ناخذ كلاس والاوبجكت، لانه هي يعني مسقط او ضوء اللي هو الموضوع تبعتها، يعني انت لو فهمت هذا الدرس يعني بتفهم الفانكشن لما تكون ستاتيك اوكي. ويعطيكم العافيه.